بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة لا يعلمه كثير من الناس. كثير من الناس يعلم فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وأنا تكلمت عن هذا في درس ربما استغرق أكثر من 25 دقيقة. لكن هناك سنة أخرى، قراءة فواتح وخواتيم سورة الكهف، دي مش مقيدة بتوقيت معين، تستطيع أن تعمل هذه السنة يوميا ولها مناقب عظيمة جدا. اسمعوا هذا الحديث العظيم، ذكره كثير من المفسرين في تفسير آخر آية في سورة الكهف، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كان له من نور. شوف الحديث بيقول إيه، كان له من نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. من قرأ آخر آية في سورة الكهف كان له من نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة، يعني ربنا يعمل لك نور. طبعا الكلام ده يوم القيامة، يعمل لك نور. واحنا طبعا يوم القيامة احنا في أمس الحاجة اللي أبصي لكل بصيص من النور. بس أنت مش بس أنا مش عايز حضرتك تقرأ آخر آية بس، أنا عايزك تقرأ آخر 5 آيات أو آخر 10 آيات الأفضل. يعني أنا بقرأ فواتح سورة الكهف أول 5 آيات وآخر 10 آيات كل يوم صباحا ومساء. هي مش مقيدة بوقت معين، سورة الكهف تقرأ كلها، تقرأ كلها في يوم الجمعة، لكن الفواتح والخواتيم ملهاش مقيدة بوقت معين. ف ليه بقول لكم آخر 10 آيات؟ لأنك أنت لو قرأت آخر 10 آيات هتحصل مناقب عظيمة جدا. أولا هتحصن من كل الفتن، أرجوك كل يوم. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من قرأ آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، عوز من فتنة الدجال. طبعا فتنة الدجال دي أعظم فتنة على وجه الأرض، أو على وجه الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن يعني ما من فتنة تقع على الأرض أعظم من فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. فبالتالي لو ربنا سبحانه وتعالى عصمك من فتنة الدجال، يبقى ستكون أقوى في مقاومة الفتن الأضعف. طبعا كلمة الفتن دي تشمل كل المغريات والمشهيات والملهيات التي نحن غارقون فيها الآن، والمعاصي والذنوب. يبقى أنت لو قرأت آخر 10 آيات ده، في حاجة تانية كمان عظيمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من قرأ آخر 5 آيات من سورة الكهف في ليلة بعثه الله في أي ساعة شاء. يعني تصحى في أي ساعة. كثير من الناس عنده مشكلة فنقوم يصلي في الثلث الاخير من الليل. كثير من الناس عنده مشكله في انه يصلي الفجر جماعه، ما بيقدرش يصحى. يبقى انت لو واظبت على السنه دي وقرات اخر 10 ايات من سوره الكهف بالليل قبل ما تنام، وكمان فواتح سوره الكهف، لان دايما اللي بيعمل شيء من اوله في الاول والاخر كانه عمله كله. فتقرا اول 5 ايات من سوره الكهف واخر 10 ايات، شوف المراقبة العظيمة، تحصل النور العظيمة يوم القيامة. أنا شخصيا أحافظ على هذه السنة أو هذه الفضيلة العظيمة صباحا ومساء عشان أقوي نور يوم القيامة. يبقى تساعدك على قيام الليل وصلاة الفجر حاضر، تساعدك تعطيك نور عظيم يوم القيامة، تعطيك حصانة من الذنوب والفتن. وكل ما تقرأ لما تاخد حصانة أكتر وقوة أكتر في مقاومة الشيطان. بالله عليكم حد يسيب هذا الفضل العظيم؟ من قرأ في ليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش أي ليلة، في آية من قرأ في ليلة آخر آية من سورة الكهف كانت له من نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. يعني النور ده مش بس نور، ده نور كله ملائكة. تصور بقى لما الملائكة، شوف الصور العظيم وشوف الشرف العظيم والثواب العظيم. فيا ريت كلنا نواظب على قراءة يوميا فواتح سورة الكهف وخواتيم سورة الكهف بهذه النوايا العظيمة. نور عظيم
حصانة من الذنوب والفتن تساعدك على قيام الليل وصلاة حتى تصحى في الثلث الأخير من الليل تستغفر 70 استغفار بس، مش قادر تصلي بالليل. سيدنا أنس بن مالك قال أمرنا أو أمرنا رسول الله أن نستغفر 70 استغفارا بالليل. تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كررها 70 مرة، تكتب للمستغفرين بالأسحار. شوف أنا بيقول الصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار في سورة آل عمران. يعني كفايه انك تقوم في الثلث الاخير من الليل وتضمن باذن الله انك تدرك صلاه الفجر في جماعه في المسجد. وتديك نور عظيم من الله. فانا هكتب لكم الحديث العظيم ده في الوصف بتاع الفيديو، نسخه هذا الكلام وانشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، علم علما فله اجر عام يوم القيامه. لاقوا ذلك من يمشي توش فلج تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنه التربيه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.